خبر عاجل: زيادة أسعار بنزين في مصر 23 يوليو 2021 النهاردة الجمعة. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، وكمان تدعمونا باللايك والشير عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المهتمين. ونبدأ في تفاصيل الخبر العاجل اللي وصل لنا، إن النهاردة زيادة أسعار البنزين 80 وبنزين 95 وبنزين 90. زاد بنزين 80 ربع جنيه بقى ب 6 جنيه 75 قرش لللتر، وبنزين 92 زاد بقى ب 8 جنيه، وبنزين 95 بقى ب 9 جنيه لللتر الواحد. وتم تثبيت سعر بيع السولار عند 6 جنيه 75 قرش لللتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترة من أبريل ليونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين محددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد-19 وتخفيض إنتاج الأسعار. أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%. رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس كوفيد-19 وكذلك تذبذب، قال إن احنا نزود البنزين ربع جنيه وثبات أسعار السولر علشان ما يتأثرش البضاعة بشكل مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية. كده انتهى الخبر بتاعنا. فالنهاردة زيادة ربع جنيه، وكل فترة هتبقى فيه زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.